ولنقاش ملف العجز المسجل في موازنة العراق ومحاولة الحكومة لسده باستقطاعات جديدة من رواتب الموظفين والمتقاعدين، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي دكتور خضير كاظم حمود. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. وفقا لنواب في البرلمان فإن تقديرات عجز موازنة العام الحالي تصل إلى 70 تريليون دينار عراقي بعد انهيار سعر النفط، إلى أي مدى يمكن لحكومة بغداد سد هذا العجز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة مهما بذل من جهد في إقرار الموازنة فإنها لا تعبر عن حاجة الشعب العراقي وخصوصا الطبقات الفقيرة منه، لأنها تتضمن إثقال كاهل المواطنين وأثقلتهم من جهتين. الجهة الأولى هو التخفيض الذي طرأ على الدينار العراقي والذي شكل 20% من الدخل المتحقق للفرد، وبالتالي أن القوة الشرائية للأفراد انخفضت بهذا المستوى، إضافة إلى أن السوق التي يتعامل معها الأفراد بدأت بالارتفاع، وهذا أثر آخر على طبيعة السوق العراقية ومعاناة أفراد الشعب العراقي. لذلك نجد أن الموازنة وإن يدعون أنها تقشفية لكنها موازنة مسرفة بشكل كبير، إذ أن الجانب التشغيلي فيها يتجاوز 83 مليار دينار عراقي، وهي مبالغ كبيرة لم تشهدها الموازنات السابقة للعراق. نعم، لكن دكتور إلى أي مدى تظن أن رواتب الموظفين والمتقاعدين ستسد هذا العجز المسجل في الموازنة الحالية؟ نتحدث عن هذه الفئة من الموظفين مثلا في الأشهر الأخيرة من السنة الماضية تأخرت رواتبهم لأشهر طويلة لم يتحصلوا عليها، كيف يمكن أن تؤثر على ميزانية الدولة؟ الحقيقة لا تشكل المبالغ التي تجرى من الطبقات الفقيرة إلا قدر محدود، قد لا يتجاوز ل 12 تريليون دينار، لكن الحقيقة أن المبالغ الكبيرة التي يمكن أن تضخ إلى الموازنة وتشكل رافدا مهما هي الرواتب المحصورة في الرئاسات الثلاث، الحكومة والبرلمان والقضاء، إضافة إلى المدراء العامين ووكلاء الوزارات والمستشارين. هؤلاء يتقاضون رواتب خيالية تكاد لا تصدق حينما تقارن بحقيقة أن المديات التي تعتمدها المجتمعات هي بين 4 إلى 16 ضعف، أي أن الحد الأدنى للرواتب يجب أن يكون 4 إلى حد أعلى 16 ضعف الأربعة. في العراق أن الأفراد الطبقات الفقيرة والموظفين يتقاضون في حدود 500 ألف دينار أو 400 ألف دينار، في حين أن الطبقات العليا تصل رواتبهم إلى 50 مليون دينار. وهذا التفاوت بالدخل من شأنه أن يخلق طبقة قادرة على أن تحقق إشباعها الضروري والكمالي وتدخر من رواتبها، في حين أن الطبقات الفقيرة
ذات الرواتب المنخفضة لا يحققون حتى إشباع حاجاتهم الضرورية. نعم المعذرة على المقاطعة. حكومة الكاظمي عرفت بأنها قدمت ما يعرف بالورقة البيضاء للإصلاحات الاقتصادية، ما الجديد الذي حملته الإصلاحات، وهل تعتبر الضرائب الجبائية التي ستفرض على رواتب الموظفين جزء منها؟ الحقيقة أن حكومة السيد الكاظمي جاءت لتحل معضلة أشار إليها الكاظمي منذ البدء، وهو القضاء على الفساد، لأنه المشكلة العراقية التي يعيشها الشعب العراقي هو الفساد المتفاقم في كل أجهزة الدولة، وهو جاء لحل مشكلة الفساد وكذلك لإجراء الانتخابات المبكرة، فهو لم يسلح لحد الآن بمواجهة أي حيتان للفساد، أي أقصد الحيتان الكبرى التي تستحوذ على أموال العراقيين وتبدد ثرواتهم بأشكال مختلفة، فهو لم يحقق هذا البعد مطلقا، وإنما جاء بما أطلق عليه الورقة البيضاء التي لم نلاحظ منها أي موقف من شأنه أن يعزز صدق وصلابة الموقف القيادي الذي يتخذ بهذا الشأن، فهو ضعيف القدرة في قيادة البلد ويسير في ركاب الأحزاب التي أساسا هي التي تستحوذ على ثروات العراق وتبدد أمواله في ارتباطاتها الإقليمية بشكل خاص. دكتور، كيف يمكن تقييم قرار رفع سعر الصرف وانعكاساته على الموازنة وبالتالي على المواطن العراقي؟ هذا القرار قرار مجحف وظالم وقصن ظهر العراقيين، إن رفع سعر الصرف أدى إلى أن يتأثر الدخل الحقيقي للأفراد في المجتمع بمقدار ما يحتسب 22%، أي أن قدرتهم الشرائية انخفضت 22% من إمكانية الحصول على السلع والخدمات من جراء الدخول التي انخفضت جراء ارتفاع سعر الصرف الدولار. وهو هذا الأثر من شأنه أن يحد من إمكانية تحقيق إشباعهم للحاجات الاستهلاكية الضرورية وتحقيق المستوى المعيشي الملائم للفرد العراقي. الدخول التي يحصل عليها الأصحاب يعني بحدود 90% من أبناء الشعب العراقي أموال تكاد لا تكفي لحاجاتهم الضرورية، وحينما طرأ الانخفاض أدى إلى تدمير تلك القدرات الشرائية التي يحاولون من خلالها إشباع حاجاتهم، إضافة إلى الفقر المدقع لعدد ما يستهان به من الشعب، وقد وصل إلى أكثر من 32% فقرا مدقعا، ولذلك نلاحظ أن أبناء الثورة التشرينية لا يزالون يناضلون في ساحات النضال لمواجهة إجراءات الحكومة الحالية واستبدادها بظلم وتدمير الشعب العراقي. شكرا جزيلا لك دكتور خضر كاظم حمود، الأكاديمي والخبير الاقتصادي، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.